كتبت بالسطور فيما جاء في سطوري إسلامنا سلام على مدى العصور. اختار فن الراب للوصول إلى أذان وقلوب مستمعيه، يمرر من خلاله رسائل محاربة الفكر المتطرف ونشر رسائل السلام. فمن تكون أنت حتى تجلد العبادة؟ رأيت أن أهم ما نحن في حاجة إليه هو السلام. حاولت أن أوصل رسائل أو لأثبت من خلالها أن الإسلام دين سلام، دين رحمة ومحبة ومودة. إسلامنا سلم من عند خالق السماء في الاستواء وليس في سبي النساء. مريض فيك على سأضرب المثال كطفرة أدت إلى وظيفة العمالة. وما يميز أغاني عبد سلام أنها جاءت باللغة العربية للتعبير عن أفكاره والوصول لجمهور أوسع يتعدى حدوده الجغرافية. اختياري للغة العربية الفصحى كان من أولاً لأني مولع بهذه اللغة منذ الصغر، كذلك لأن هذه اللغة متميزة وغنية بالمفردات بالمصطلحات، تمكنك من أن تكتب عن أي موضوع تشاء. كذلك اللغة العربية هي لغة كافة أنحاء الوطن العربي. فتلزموا مكانكم يا أيها العقارب لأنكم بكيدكم ستغرقون القارب. أغاني جذبت آلاف المتابعين وحصدت ملايين المشاهدات رغم بساطة إنتاجها، لما حملته من مضامين عبرت عن آلام وآمال الشباب الجزائري في غد أفضل وسالم. الشاب الجزائري لا يختلف حاله عن الشباب العربي بشكل عام، يواجه العديد من الصعوبات، العديد من العقبات، ولكن في تقديري ليس من شأن هذا كله أن يوقفه أو أن يثبطه، بل عليه أن يواصل وأن يستمر في سبيل ما يريده، لأنه إن فكر في الوصول إلى شيء ما فسيصل إليه بغض النظر عن ما سيواجهه.